من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال الرب يسوع: لا تدينوا لئلا تدانوا، فبما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. ما بالك تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك، وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة أولا من عينك، وعندئذ تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا المقدسات للكلاب، ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترتد عليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أي إنسان منكم يسأله ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو يسأله سمكة فيعطيه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة، فكم بالأحرى أبوكم الذي في السماوات يمنح الصالحات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعله الناس لكم افعلوه لهم أنتم أيضا. هذه هي التوراة والأنبياء، حقا والأمان لجميعكم.